السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تلمسان لنقف على جانب من العملية الضخمة التي انطلقت على مستوى كل التراب الوطني، ونأخذ العينة من مدينة أو ولاية تلمسان في إنجاز شبكة وطنية لمخازن صغيرة، مخازن جوارية لجمع إذن المحاصيل الحبوب في كل ولاية الوطن. وهذا أمر جيد جدا، وهذا يعني علاش؟ بأنه احنا في الجزائر يعني من سلطات يعني مدة 20 سنة فكرنا في إنجاز ما يعني مخازن ضخمة، في إنجاز 30 مخزن عبر الولايات الوطن، وخاصة الولايات الزراعية اللي عندها يعني نسبة نتاع إنتاج تاع الحبوب كبيرة. إذا لكن لم نفكر في إنجاز مخازن ذات حجم صغير يعني أو حجم متوسط، لأنه هذه المخازن الضخمة قد لا تفي بالغرض، لأنه المحيطات الفلاحية هي منتشرة في كل مكان، ولا بد ديروا دي زون دو ترانزيت نتاع التخزين هذويا بسعات صغيرة وسعات متوسطة. إذا في هذا الإطار حاليا فيه عملية لإنجاز هذه المخازن الصغيرة، وباستعمال يعني تقنيات مش متطورة، لأنه عندما تنجز أنت لو سيلو يتطلب تقنيات متطورة ويطلب وسائل أكبر. أما هذه المخازن الصغيرة والمتوسطة أو المخازن الجوارية فهي عبارة عن دي أونغار، يعني مش صعيب يعني الإنجاز تاعها. إذن هذا هو في عملية، والعينة راهي من ولاية تلمسان، ونتابع يعني هذا التقرير من ولاية تلمسان. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. هي إحدى عمليات تخزين الحبوب هنا بمركب تخزين الحبوب بحي غمراس بن زيان بتلمسان، الذي يعد واحدا من 21 وحدة لتخزين الحبوب المتواجدة عبر العديد من بلديات الولاية. يحتوي على جزئين، جزء مخصص لتخزين الحبوب الجافة، والجزء الآخر مختص في تخزين في معالجة بذور البقول الجافة. الآن فيما يخص الجزء المخصص لتخزين الحبوب، وهو طاقة استيعابه 400,000 قنطار. تحتوي تعاون الحبوب بقول الجافة لولاية تلمسان على 21 مركز تخزين حبوب الجافة موزع عبر تراب الولاية، كما تم مؤخرا بفضل برنامج رئيس الجمهورية تدعيم ولاية بتمن 8 مستودعات تخزين. 8 مراكز جديدة لتخزين الحبوب موزعة على عدة بلديات بالولاية بطاقة إجمالية تقدر ب1,400,000 قنطار. واليوم الحمد لله على بركة الله قمنا بتوطيد وتوطيد كل المؤسسات لإنجاز هذه المشاريع، وهي موزعة على مختلف مناطق الولاية. كما قلت عندنا 8 مراكز، وإن شاء الله الأجال المحددة لإنجاز هذه المراكز هي 6 أشهر بغلاف إجمالي 200 مليار سنتيم. ونتمنى هذه المشاريع بعد إنجازها سوف تساهم من تحسين يعني قدرات الولاية فيما يخص تخزين الحبوب. مراكز التخزين الجديدة تأتي تجسيدا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي مجابهة لمختلف التحديات المستقبلية.